يا ملك الملوك، يا خالق الكون والملكوت، يا قيوم السماوات والأرض، يا من بيدك كل شيء، يا من خلقت لنا الدنيا كدار ابتلاء، وقدرت لنا فيها البقاء ثم الفناء، وقدرت لنا الآخرة لتكون لنا مستقر نحيا فيها بلا موت. إلهنا، من في الوجود باقي إلا وجهك، ومن في الآخرة لنا إلا عفوك. إلهنا، ممن نطلب وأنت صاحب الجود، ومن نسأل وأنت المقصود، ومن نحب وأنت الودود. إلهنا، فطرت الأمهات على حبنا رغم الألم، ورزقت الآباء بالعطف علينا منذ الصغر، ووضعت الرحمة في قلوب الخلق تجاهنا، وفتحت لنا أبواب توبتك، وخلقت لنا جنة بيدك. إلهنا، أنت الأمان لكل خائف، وأنت الرازق لكل سائل، وأنت المقصود لكل قاصد، وأنت القريب لكل غريب، وأنت المجيب لكل داعي. اللهم صل على عبدك وحبيبك محمد، سألوه فأجاب، ودعا لنا ولم نراه، وسيشفع يوم اللقاء. أرسلته رحمة للعالمين، اللهم اجمعنا به في الآخرة، فقد حرمنا صحبته في الدنيا. اللهم ارحم قلوب وقفت ببابك وطلبت منك الود وطلبت منك العفو. اللهم ارحمنا إذا ساقتنا الملائكة إليك، وتجردنا من حولنا وقوتنا، وحملنا أوزارنا على ظهورنا. اللهم اجعل يوم الحشر علينا هينا، واجعل قدومنا إليك قدوم الكرام عليك، واجعلنا ممن يسعى نورهم بين أيديهم، واجعل لنا نورا يا رب. نخاف من الصراط وكلاليب الصراط، على اليمين وعلى الشمال، تنظر للفرائض ولا تلتفت لما في القلوب. انقذنا بعفوك ورضاك، وارحمنا من نزول غضبك علينا، فنحن عبادك. لا تدعنا نلقى في النار، واصرف وجوهنا عن رؤيتها، وافتح لنا طريق إلى جنتك. إلهنا، قلوبنا ترتجف عند سماع كلامك، فكيف بحال قلوبنا إذا أتيت إلينا وبدأت الحساب؟ والملائكة في كل مكان، منهم من يأتي بجهنم، ومنهم من يحمل عرشك، ومنهم من يسوق العباد. يا رب، كيف سيكون حالنا في هذا اليوم؟ وكيف نأخذ كتابنا؟ يا رب، هل نحن من المقبولين؟ هل نحن من المطردين المبعدين؟ اللهم يسر حسابنا، ولا تجعل مصيرنا إلى النار، وادخلنا الجنة برحمتك، وراضي عنا خلقك الذين أزيناهم وظلمناهم وأسأنا إليهم. اللهم اجعلنا ممن يفرح بهم نبيك ويأخذ بيده إلى حوضه، واجعلنا من المستظلين بعرشك، والمتسترين بسترك، المتلهفين للقائك، والآمنين من عذابك. اللهم اجعل لقاءنا بك لقاء الحبيب بالحبيب، ولقاء الملك بعباده المقربين، ولقاء الرب الرحيم بضيوفه. اللهم أكرم نزلنا، وأحسن إلينا، وعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة برحمتك، ومن المتمتعين برؤية وجهك الكريم، وممن يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولا تجعلنا ممن يقال لهم سحقا سحقا وبعدا بعدا، وممن يناقش الحساب، وممن تصرف وجوههم إلى النار، وممن يسقطون من على الصراط. اللهم لطفك ورضاك، وصلي على من علمنا عنك وأخبرنا بهذا اليوم، يوم اللقاء ويوم الحساب، وأجل دعوته من أجلنا. اللهم اجمعنا به، واجعلنا من زمرته، واحشرنا معه ومع أصحابه بفضلك وجودك، فعملنا قليل وسعينا ضعيف. اللهم صلي عليه صلاة تحمينا بها، وتكون سبب في شفاعته لنا، وبلغه منا السلام.